الأسهم صعدت بأناس وهبطت بهم إلى قاع الفقر. ولكن ما هي أسباب فشل الاستثمار في أسواق الأسهم؟ محفظتي تهمس بأذنك وتخبرك بأخطاء في التداول تجنبها. أولاً، التداول ليس سهلاً كما تظن، فهو بحاجة لخبرة وتجارب. تخسر وتربح وتخطئ وتتعلم، هذا ليس بالأمر السهل يا صديقي. ثانياً، التداول بدون التحليل، لأن التداول فن فهو يحتاج التعلم، والتحليل أساس تعلم التداول الناجح. ثالثاً، تغلب العاطفة على العقل، فوقوعك فريسة عواطفك سيكلفك أخطاء فادحة. أدرس وفكر وتريث وخذ قرارك بعقلانية. رابعاً، محدودية المحفظة وعشوائيتها. نوع الاستثمار ووسع محفظتك واستثمر فيها بشكل منهجي. خامساً، الاستثمار في الأسهم بعيداً عن أوضاع الشركات، فالطلب والعرض على السهم يأتي من قيمة الشركة ووضعها. تابع أعمال الشركة وأخبارها، فهذا يساعدك على قرار مصيب.